ونذهب إلى الجبهة اللبنانية. معنا من مرج عيون في جنوب لبنان مفدنا عماد الأطرش. عماد، فرص قليلة يبدو أمام هوكسين لإحداث أي خرق في جدار هذه الأزمة على المستوى الدبلوماسي، كيف رصدت الوضع في لبنان من حيث التصريحات، المواقف وحتى الوضع على الحدود؟ نعم شلا، بالنسبة للوضع على الحدود، الحدث الأبرز اليوم على الأقل من الجانب اللبناني هو اللا حدث، بمعنى أن حزب الله لم ينفذ أي من الهجمات على مواقع إسرائيلية. رسالة حزب الله اليوم كانت في ميدان آخر، تعلمين أنه لدى بعض الطوائف اليوم الإسلامية، اليوم هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، عدد كبير من أهالي القرى الحدودية أتوا إلى هذه القرى، أقاموا صلاة العيد. تعلمين أن هناك عادة زيارة المدافن يوم العيد، زاروا مدافنهم. هذه كانت رسالة حزب الله إلى الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن وطأة المهجرين من هذه المدن ليست كبيرة على المجتمع اللبناني بعكس ما هي على الجانب الإسرائيلي. هذه هي الرسالة التي أراد حزب الله اليوم إيصالها إلى الجانب الإسرائيلي. ولكن ميدانيا من الجانب الإسرائيلي كان الوضع مختلفا، كان هناك قصف في عدد أو على عدد من البلدات الحدودية اللبنانية. قبل قليل استهدفت مسيرة هنا بلدة فركلة، بالإضافة إلى مسيرة أخرى استهدفت بصواريخ أطراف بلدة شقرة، وقصف مدفعي على عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية. كما ذكرت أيضا، حزب الله نعى عنصره وهو محمد مصطفى أيوب. قبل قليل صدر بيان للجيش الإسرائيلي يقول بأن أيوب يعمل ضمن إطار فرقة النصر التي اغتالت إسرائيل قبل أيام قائدها وهو طالب سامي عبد الله. هذه الفرقة التي تنتشر في هذه المنطقة قالت بأن أيوب هو ناشط في المجال في وحدة الصواريخ التابعة لهذه الفرقة، وقامت باغتياله ونشرت أيضا صورا لعملية الاغتيال. بالنسبة لهوكستن، غدا من المفترض سيصل إلى بيروت، أولى لقاءاته ستكون مع رئيس المجلس النيابي كالعادة وهو السيد نبيه بري. سيحمل يعني تصورا ربما يكون مختلفا، يدرك تماما هوكستن بأن موقف حزب الله ثابت بالنسبة لمسألة أن لا وقف إطلاق النار على الجانب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة. لذلك سيعمد ربما إلى طرح أفكار جديدة، ولكن دائما ضمن إطار تنفيذ القرار 1701، يدرك بواقعية عدم انسحاب أو عدم قدرة أو عدم واقعية مسألة انسحاب حزب الله من الجانب الجنوبي لنهر الليطاني. لذلك سيعمد ربما إلى تدوير الزوايا كما يقال، عبر طرح جديد، عبر إيجاد ضمانات للبنان على سبيل المثال بالبحث والتنقيب على الغاز والنفط في على شواطئه وفي مياه البحر، بالإضافة إلى مسألة إعادة الإعمار، على أن يتم التوافق بشأن إعطاء ضمانات لعودة المدنيين على طرفي الحدود. طبعا هناك أفكار أخرى سيطرحها هوكستاين غدا في لقاءاته، خاصة مع نبيه بري، بالإضافة إلى لقائه أيضا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي غدا في العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا عماد. إن شاء الله.